على البصل بعد ما اتحمر الشحم شوية ماشي وبقى لونه ذهبي شوية. تمام، هنحط نسيب الصلصة والبصل والماجي يبقوا على بعض كده لحتى ما يعملوا الصلصة كده ويغلوا. تمام، استنى شوية كده لما تغلي وبعد كده هنضيف المكرونة وهنضيف ايه، هنزود مية. ضفنا المكرونة بالمنظر ده. تمام، هنضيف بقى عليها المية ونسيبها هي تستوي زيها زي الرز. ضفنا المية ماشي على المكرونة، هنقلبهم بقى ببعض ونخلطهم كده يبقوا كل حاجة مع بعضيها ونسيبها ايه لحد ما تشرب المية دي، هنلاقيها استوت على طول وتبقى جاهزة للأكل. طيب ده كيس المكرونة الاسباجيتي 400 جرام. تمام، هحط عليه مية، استخدم 3 كوبايات مية اللي هي ايه كوبايات 180 جرام، يعني نقول 200 جرام مية نحط منها 3 كوبايات. ماشي، نحط كوباية على الصلصة وكوبايتين لما بنضيف المكرونة. انا هي كده شربت المية فايه بقلبها واطي النار خالص. هي بدأت تفرق بس ايه تستوي. ممكن نضيف شوية مية بس انا مش عايزة ايه تضيف مية، انا عايزاها وبعدين ما بسويهاش قوي، سيبها تفرق كده مع نفسها. تمام، وهي جاهزة دلوقتي لده. تمام، شايفين بقى الطريقة ازاي. بص زيادة التأكيد ايه ندوقها نشوفها هي بقت طرية ولا لأ. بون ابيتي.